تعالوا نشوف مكونات وصفتنا الأولى. بنسوي الحلى الحين، بس كنت أدور الأشياء اللي بحطها فيها. طيب عندي هنا، بكتب لكم المقادير. عندي بسكوت الشاي، حليب مكثف، محلى، كريمة خفق، ودريم ويب، دانيت بالفانيلا، وكيري، وللوجه كريمة خفق وقشطة، بنزينة بالتوت. طلبت من زوجي يجيب لي شوكولات أبيض، إذا جاب خير وبركة. في الخلاط، وتأكدنا أن كل شيء مركب وشغال. راح أضيف كريمة الخفق. بنزل لكم المقادير بس أخلص. الدانيت طيح عاد بلا دلع، الدانيت ما يجي إلا بالعين الحمراء. جبنا له ملعقة علشان ننزله كله. بضيف الحليب المكثف المحلى، بعد ننزله كله. اوبس، دريم ويب او اكيد يعني اي شركة انت تفضلين، والكيري او اي شركة انت حابتها. وهنا راح هذا منظره، راح يكون بهذا الشكل. ملاحظة، انا مسوية كمية قليلة، لان هذا بتسوينا طبقات بعد شوي، بتشوفون معاي الطريقة. فثواني انزل لكم المقادير عشان اللي حابة تسوي الحين، لان حالات التاكلين كذا بارد يسرسح مرة، فحطوه سووه قبل بليلة او سووه زي الحين، وان شاء الله بعد التراويح تاكلونه. هنا بسكوت الشاي، بنغمسه في الحليب ونحطه في القوالب، او اذا صينيتك مربعة براحتك عاد. راح نحط الان من الخلطة حقتنا اللي سويناها طبقات، طبقة خلطة طبقة بسكوت وهكذا. خلني احطه كله وارجع نكمل الطبقات سوا. ارجع واصف بسكوت الشاي اللي غمسته في الحليب بهذا الشكل. بعد كذا بحط من الخلطة. أنا ودي أسوي ثلاث طبقات من الخلطة، طبعا بتصير بعدها كذا بحط بسكوت بعدين خلطة بعدين بنسوي القناش اللي هو الجالكسي، بس لما تبرد راح أدخله الثلاجة يبرد شوي يتماسك عشان أسوي الخلطة وأحطها فوقه، وهذا شكله. طبعا راح يكون طبقات، كل ما كثرت الطبقات كل ما كان ألذ، بس ما قلت لكم مسوية كمية قليلة، فالكمية حقتي سوت لي هذه فقط، عرفتوا؟ كان ودي بعد اسوي والله طبقة رابعة، بس هذه الكمية. فانتي تبين تسوين صينية كذا كبيرة كاملة وتقطعينها بعدين براحتك سويها، بس سوي دبل الكمية اللي انا حطيت. طيب الحين بندخل الثلاجة وشوي برجع لكم. بالنسبة للوصفات اللي قاعدة اكتب لكم اياها، بكتب لكم المنيو باذن الله في حتى في كل الايام، بس في شغلات انا مسويتها من قبل فما راح اعيد التصوير صراحة، لان التصوير ياخذ مني وقت. تخيلوا يعني هذا الحلى لو انا ما اصور كان خلصته، كان من زمان انا مخلصته وقاعدة اسوي شيء ثاني، بس مع التصوير ياخذ مني وقت صراحة وجهد. فالوصفات اللي انا مسويتها من قبل موجودة في الانستغرام مثبتة، بحط لكم رابطها وتروحون لها وتلاقونها، زي مثلا شوربة العدس سويتها، شوربة الكويكر مسويتها، التريد امس مسويتها كثير، يعني مو مرة او مرتين. فعلى هالاساس الشيء اللي انا جديد بسويه، او اللي مثلا سويتها مرة او مو مكرر، لكن المكرر تقدرون ترجعون له بالانستغرام. هنا الجالكسي راح اضيف عليه الكريمة، بدخل الميكرويف او حمام مائي، اهم شيء نحن نذوبهم مع بعض اساس نسوي القناش. احنا ما نبي الكريمة توصل درجة الغليان، علميا خطأ عشان تسوين القناش. فحطيتها بس 30 ثانية وطلعتها واحركها لحد ما تتجانس، ما تجانست بدخلها 10 ثواني وارجع اطلعها واقلبها كلها مع بعض. في البداية بتشوفين شكلها مرة قبيح ومو حلو، بس مع التحريك والاستمرارية بالتحريك تحصلين على قناش لامع. هذا كلام كله علمي. طبعا الى الان ما تجانست وما زلت احرك فيها، بس خلاص ما راح احطها ولا ثانية زيادة لانها ذابت، بس اني بحركها لحد ما تصيرها حلوة يعني متجانسة مضبوط. راح ابدأ احط القناش عليه، حطي بشويش. اقدر ابشرها ببشر.